الشخص لأنه أكد على الحصانة لهذا الرجل، وهي مرفوضة هذه الحصانة لأنه ارتكب من المجازر ومن الدماء أشياء كثيرة ينبغي أن يحاسب عليها وأن يقدم للعدالة. طبعا في حالة إصرار علي صالح بعدم توقيعه على هذه المبادرة سيكون بعد ذلك الخيار الشعبي الذي أصلا الشعب ينادي به من فترة طويلة وحتى هذه اللحظة هو خيار لاستكمال ثورته. نحن احترمنا الشعب اليمني والأحزاب السياسية احترمت كل المبادرات للدول الصديقة والشقيقة في إيجاد مخارج دون تحول دون أن تكون هناك سفكا للدماء، لكن علي صالح يتعامل مع هذه المبادرات باستخفاف واستهتار وتلاعب وترقب نعم يعني وتردد طيب ومماطلة، وبالتالي فإن الخيار الشعبي بيكون خيارا مرشحا أقوى مما هو عليه الآن. استكمال ثورته بأي طريقة، يعني أشهر طويلة والناس يعتصمون ويقتلون ويقتلون، يعني لا أريد أن أقول بلا مقابل، ولكن يعني هناك استمرار في القتل دون ما إحراز أي تقدم على الأرض. إذا لم يستجب علي عبد الله صالح كما يتوقع الكثيرون وتتوقع أنت، الشعب سيستكمل ثورته بأي اتجاه؟ ما الذي سيفعله وسوف يكون مختلفا عما سبق؟ أنت تعرف أخي الكريم أخ عثمان أن الشعب اليمني لم يثور من أجل أن لا يزهق روحه ولا يستقدمه، هو يعرف ماذا تعني الثورة. الثورة تعني أنها سفك دماء، إزهاق أرواح الكثير من المعتقلين، الكثير من الجرحى، لأن هذه ضريبة طبيعية للتخلص من الاستبداد ومن الطغيان الذي تعيشه اليمن. ونتيجة لموقف علي صالح هذا المتعنت تجاه شعبه فلن يكون هناك إلا تصعيدا ثوريا، أي يعني علوا أو ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية المهدفة نحو إسقاط أو استكمال إسقاط هذا النظام. ولا أعتقد أن هناك خيار آخر في حالة استمرار هذا الرجل في هذا بهذا التلاعب. ولكن الذي أنا أستغرب له أن العالم ينظر إلى تلاعب هذا الرجل ولا يستخدم الأدوات والوسائل الضاغطة الكفيلة بإخراج هذا الرجل من هذا الموقع، ولكنه طيب يعطيها الفرصة. أنا أريد أن أنقل القرار الأممي نعم كان مدته 15. أنا أريد أن أنقل حديث إلى جهة فضل أخرى. يعني تقول أنك تستغرب من العالم، هناك من الشباب من شباب الثورة من يستغربون منكم أنتم، يعني يستغربون من أحزاب المعارضة ومن اللقاء المشترك ويستغربون من حزب الإصلاح الذي يتمتع بثقل أكبر من أنهم لا يفعلون شيئا. أنتم الآن شكلتم المجلس الوطني ولم نسمع به منذ تأسيسه، وجاء هذا على أنقاض المجلس الانتقالي الذي كانت فيه يعني تؤيده توكل كرمان وغيرها، ومجلسكم الوطني لا نسمع به ولا يحرك ساكنا. نعم، الأحزاب السياسية في الحقيقة هي شريكة الثورة وشريكة الشعب اليمني في صناعة هذه الثورة، ولا ينبغي في الحقيقة إهمال هذا الدور أو إضعافه أو إلغائه، فهم أصلا من شكل الرأي الثوري في الشعب اليمني منذ سنوات طويلة، وهم الذين هيئوا الساحة أن تصل إلى هذه مرحلة الثورة والغليان على الظلم والفساد والاستبداد. وبالتالي لا يصح حقيقة توجيه مثل هذا الكلام بشكل جارح، الذي عنده نصيحة أن ينتقد بها لينتقد بها بشكل منطقي وواضح وبين. الأحزاب السياسية أحزاب قائمة، اسمح لي سيد فتحي سواء. عندما يتقدم الخارج بمبادرات إلى الأحزاب السياسية فإنه يتعامل مع هذه الأحزاب كونها الوجود الشرعي لها. سيد فتحي، يعني لا أدري ما الجارح في الكلام، أنا فقط أسألك عن أنه شكل مجلس وطني، أين هو هذا المجلس؟ لا ما في جرح، أنا لا أتكلم جرح الكلام يعني. نعم اسمح لي، يعني الآن خاصة بعد اسمح لي فقط المجلس الوطني أنا ربما أشاركك، يعني اسمح لي فقط أيه. يعني السيدة توكل فضل. السيدة توكل خاصة بعد موضوع نوبل نراها تتجه إلى نيويورك وإلى فرنسا وتلتقي بهذا المسؤول الدولي وذاك وتقوم بالكثير من العمل السياسي، وهي شخص
واحد حتى لو فازت بنوبل. المجلس الوطني هذا الذي يفترض أنه يمثل الثوار وشكله اللقاء المشترك، أين هو؟ ماذا يفعل؟ نشكر للأخت توكل جهود طيبة وأتاحت لها هذه الجائزة. الحركة الحرة الواسعة في الأروقة السياسية الأوروبية والأمريكية، نحن نشكر لها من الاستمرار، تبذل أيضا أكبر قدر وجهد ممكن من أجل أن يحال ملف صالح إلى محكمة الجنايات الدولية هو وأولاده. نشكر لها توكل كانوا لها التوفيق والسداد في عملك هذا، وهو عمل مهم جدا. الآن المجلس الوطني الذي تشكل اليوم هو يقوم بعمل سياسي لا بأس به، قد بقى في دفتر التشكيلي حضورا سياسيا فاعلا، لكن الآن تحرك على المستوى الإقليمي، فهو قد زار الإخوة الكرام في عمان وقطر وفي الكويت، والآن هم في أبو ظبي، ولهم الآن دعوة من الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وهذا يعتبر تغير كبير جدا في حركة المجلس الوطني، كما أنه أيضا سياسية بالتعامل إخواننا الأشقاء في دول الخليج مع المجلس الوطني، وهذه تعتبر خطوة نحو الخروج الصحيح إن شاء الله عز وجل لهذا البلد. وماذا على عن الصعيد الدولي؟ يعني نحن الآن عندما نشاهد المجلس الوطني الذي شكل من قبل السوريين، والمجلس الانتقالي الليبي الذي شكل، أنا أتحدث في أثناء الثورة وقبل الإطاحة بنظام معمر القذافي، كنا نشاهد مصطفى عبد الجليل يتحرك وسيد محمود جبريل وآخرين يتحركوا في أنحاء العالم، ونشاهد برهان غليون في سوريا وأكاديميين وآخرين من المجلس الوطني يتحركون، لا نسمع بأحد عن في المجلس الوطني اليمني. يعني هذه الحقيقة، أنت تقول هناك وفد ذهب إلى أبو ظبي وذهب إلى عمان وذهب إلى الكويت، ولكن حقيقة ربما هذه المرة الوحيدة التي نسمع في، يعني لا يوجد حضور ولا نسمع كثيرا عن المجلس الوطني اليمني. هذا أنا أحكي الجانب وهو فيه جزء صحيح، وما قاموا به الآن من الحركة السياسية إن شاء الله عز وجل سيتبعها بعد ذلك خطوة أخرى، وهو الالتقاء بأصحاب القرار سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الاتحاد الأوروبي. لا تنسى أخي، هذه الأحزاب، المجلس الوطني تشكل من الأحزاب من القوى المختلفة، كانت لهم دائما لقاءات عديدة جدا مع السفراء ومتكررة، بل ونشأت صداقات وعلاقات كبيرة جدا بينهم، وهذا ربما الذي أخر من حركة المجلس الوطني أن ينتقل إلى العالم الغربي الأمريكي في القضية اليمنية في أروقة ودهب تاليز أصحاب القرار في تلك الدول، إن شاء الله قريبا ينطلقون إليها. يعني عفوا، هل ترى أن هذا مبرر منطقي ومعقول عندما نقول أن المجلس الوطني الذي يفترض أن يمثل الثوار وشكل من أحزاب المعارضة لم يلتقي بأصحاب القرار في العواصم الغربية لأنه كان مشغولا باللقاء بالسفراء في صنعاء؟ هل يعقل هذا؟ أمر يستطيع أن يقوم به عضوان في المجلس الوطني؟ الوضع اليمني كان يتبلور من البداية على أساس أن الحل ينبغي أن يكون حلا وطنيا محضا، ولهذا كانت المبادرات هي مبادرات من الداخل، أن يتنحى علي عبد الله صالح وأن يحتفظ بحقوقه الرئاسية وأن يتمتع بها تماما، لكنه ماطل وسوى في هذه المسألة، ثم هو علي صالح انتقل إلى الوساطة الإقليمية حيث طلب وساطة دول الخليج، ودخلت دول الخليج وقدمت مبادرتها وتعاملت مع أحزاب اللقاء التعامل الطبيعي، لكنه هو أيضا من نكث بهذا القرار، وكما تلاحظ العالم كله دعم مبادرة دول الخليج، احترمت أحزاب اللقاء السياسية هذا الدعم الدولي لمبادرة الخليج، لكن تسويف علي عبد الله صالح الطويل هذا هو الذي نقل هذه المبادرة إلى مجلس الأمن، وبالتالي أصبح هذا القرار قرارا أمميا، شيء طبيعي من وجهة نظري طبعا،
أن تتأخر حركة المجلس الوطني هو تأخر أصلا في التشكيل، وبالتالي فإن حركته هي حركة أيضا متأخرة، لكن إن شاء الله ما قصر في الماضي يتلافى في الحاضر بإذن الله سبحانه وتعالى. ألا تخشون من أن تفقدوا الشباب؟ يعني لأنه قد يكون هناك الكثير من الشباب الغير راضين. تقطع في الصوت أخي عثمان. نعم أقول ألا تخشون من أن تفقدوا تأييد الشباب في أحزاب اللقاء المشترك؟ الشباب هم الذين قاموا بالثورة، وأنتم تصديتم، يعني أستطيع أن أقول أن تصديتم للحديث باسم الشباب والقبول بمبادرات ما والتحرك باسم هؤلاء الثوار وهؤلاء الشباب، مع التقصير الذي أنت قلت، يعني اعترفت أن هناك جانب من التقصير، مع استمرار هذا التقصير ألا تخشون أن تفقدوا أي سيطرة لكم على الشباب أو على الساحات، وأن ينعزل عنكم حتى شبابكم، بمعنى شباب اللقاء المشترك لا يعودوا يأتمرون بإمرتكم ويأخذوا مسار آخر، يعني تكونون أنتم خارج سياقه كما حدث في بلدان أخرى؟ طبعا أحزاب اللقاء المشترك عندنا يعني بدأ ملامح الثورة في اليمن، وكان في شكلها البسيط، أدرك اللقاء المشترك أن الشعب أصبح على اعتاب هذه الثورة، فكان أن أعلن تأييده لهذه الثورة، ودعا شبابه وأبنائه وأنصاره ومن يحبه ومن يحب الشعب اليمني إلى المشاركة في هذه الثورة اليمنية، واستجاب آلاف بل مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني لنداء اللقاء المشترك لهذه الثورة. يعني ما 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 يعني ماذا هل يعني أرجو أن يكون الأمر واضحا، يعني من المؤكد أنك لا تزعم أن اللقاء المشترك هو الذي قام بالثورة، الأمر واضح أن الشباب هم الذين قاموا بهذه الثورة. أنا لم أقل أن اللقاء المشترك وحده من قام بالثورة، لكن اللقاء المشترك يعتبر محور هذه الثورة. لو تذكر اللقاء المشترك عندما عن مسيرات أو أعلن عن لقاءات جماهيرية ضخمة في 3/2/2011 من هذا العام، وقد حضر وشارك فيها مئات الآلاف على مستوى الجمهورية، واعتبر أبناء الشعب اليمني حينها المشاركين في هذه المهرجانات وطرات أنها هي بداية هذه الثورة، لكنها كانت رسالة موجهة إلى هذا النظام أنه يحذر ثورة الشعب اليمني. نحن لا نزعم أو لا يزعم أنه هو صاحب الثورة وحده، لكنه أحد أطرافها المكون لهذه الثورة، وأحد موقديها، وأحد من أشعل نارها. الشعب اليمني كله ثار اليوم، وكلنا شركاء في هذه الثورة، وكلنا إن شاء الله سنمضي نحو إنجاز هذه الثورة. طيب، نحن لا نخاف من شعبنا أن يتألم مننا تجاه المواقف السياسية التي بيتخذها تجمع اللقاء المشترك. تفضل أخي. يعني هناك من يرى أن سبب رئيسي في نجاح الثورات في بلدان أخرى، يعني دعنا نتحدث عن النموذج المصري تحديدا، شباب الثورة كان لهم موقفهم المختلف عن موقف الأحزاب، حتى عندما كان جزء من الإخوان المسلمين يذهبون للحوار مع السلطة كان شباب الإخوان المسلمين يرفضون هذا الحوار، وبالتالي كان هناك موقف موحد للثوار وللشباب يختلف عن القوى السياسية التقليدية. ما يحدث في اليمن ليس هناك من يتحدث باسم الشباب، وقوى اللقاء المشترك والمعارضة تصدت لأن هي تتحدث باسم الثورة، وهي يعني تعرقل تقدم الأمور في رأي بعض الشباب. فهذا هو السؤال، يعني مع استمرار ذلك ألا تخشون، يعني إذا كنتم أنتم جزء من مكونات الثورة ماذا عن البقية؟ أين من يتحدث باسم المكونات الأخرى؟ لماذا فقط اللقاء المشترك هو الذي يتحدث الآن باسم الثورة؟ اللقاء المشترك بيتحدث عن الوضع السياسي للبلد وما تواجهه من حركة سياسية على الساحة السياسية، لأنها أحزاب معترف بها، الدول تعترف بهذه الأحزاب.
أما بقية المكونات لهذه الثورة فإنها متواجدة في الساحة، تتحدث أيضا إلى وسائل الإعلام وتعبر عن آرائها وتستضاف في كثير من القنوات الإعلامية بما فيها قناة الجزيرة وقناة سهيل، قناة الثورة في اليمن. كل هذه الأدوات تتيح لكل هذه الفئات أن تتحدث إلى هذه القناة وأن تعبر عن آرائها. لكن الذي حاصل أنه أن الجميع يتفق على أن المواقف السياسية عندما تطرأ أنه لا بد التعامل معها، لأننا لسنا كالشعب الليبي. ليبيا لم يكن فيها أحزاب سياسية ولم يكن فيها تكتلات سياسية، وبالتالي على طول مباشرة خرجت الثورة من سلميتها إلى حالة الحرب وإلى حالة المواجهة العسكرية. فكان لابد أن يكون هذه الثورة واجهة سياسية ممثلة بالأخ مصطفى عبد الجليل ومن معهم من رفقائه، والجانب العسكري إخواننا في سوريا أيضا. ليس هناك أحزاب سياسية، أحزاب سياسية مهمشة وهي خارج الوطن، وبالتالي تشكل المجلس الوطني خارج سوريا. أما في اليمن فإن وضع التركيبة السياسية اليمن هي فرضت هذه المراحل مرحلة تلو المرحلة، حيث أسلمتنا في الأخير إلى مجلس وطني. بدأ هذا المجلس الوطني يتحرك على المستوى الإقليمي ثم إن شاء الله على المستوى الدولي. نحن لا يوجد بين إشكالات حية بين أحزاب اللقاء المشترك والمكونات الأخرى المشكلة للثورة. هناك لقاءات كثيرة وهناك نقاشات لكل الموضوعات، والذي يتم الاتفاق عليه يخرج هذا القرار ويلتزم به الجميع. لا أدري. قد ربما لا يعجب أحد، هناك واحد أو اثنين، لكن هذا لا يفسد الأمر. لا أدري إذا كانت هناك مشكلة أو لا، لأنه ليس معنا أحد من المكونات الأخرى. على كل أنا أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك السيد فتحي العزب القيادي في الحزب في التجمع حزب التجمع اليمني للإصلاح ومرشح الرئاسة في اليمن لعام 2006. شكرا جزيلا على مشاركتك وكل عام وأنت بخير. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير ودمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. لقد وجهنا الحكومة الاهتمام بمطالب الشباب المعتصمون. المطلب الرئيسي هو رحيل النظام. شهدوا أن بعد أن سالت الدماء لا يوجد تفاوض. ستعمل الحكومة على تلبية كل طلباتهم. الأزمة بيننا وبينه هي أزمة ثقة. ندعو هذا النظام بأن يرحل، وعلى رأسه الرئيس علي عبد الله صالح. هذه هي رسالتنا. ارحل ارحل ارحل، مللنا السماء سئمنا الكلام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، اسقاط النظام. ارحل اتبعنا احنا مرة واحدة. لبيك الله.